ما بدي اسمع حدا يحكي عن المقاومه اللي واقفه بلبنان، ولا كلمه ما حدا له حق يحكي. روحوا ينستروا يتخبوا. صنفت سوريا دولة إرهابية منذ عام 1978، وهالدولة الإرهابية اتكافأت بإعطاء لبنان، فهل يجوز نحن عم نحارب الإرهاب أن يعطى أن تعطى الدولة الإرهابية مكافأة على إرهابها؟ حزب الله هو امتداد لسياسة دولتين، هن إيران وسوريا في لبنان، وأعمالهم هي تحت مراقبة هالدولتين. فإذا نحن نرفض نقول إنه المسؤولية بس بترجع لمنظمة، وقت بتعالج سوريا بيروح حزب الله من لبنان، لكن إذا انضرب حزب الله بلبنان رح تضل سوريا تورد لنا حزب الله تاني وتالت ورابع.